شفت المواطن دي شتتت كيف، وشفت الناس دي اللي اتجدعوا كيف، شفت الموت ده بالجملة. يعني لما ننزل لك الحاجة أكيدها، بنقول لك أكيدها أكيدها. الليلة في سوبة كمية بتاعت موت ما طبيعي في المزارع، الليلة سوبة شرك كمية بتاعت موت ما طبيعي. بنقولوا في الجرحى حقينهم بالدفارات، الجرحى ساي خلي دنيا زايلة، خلوها هناك للكلاب ياكلوها. الجرحى بتاعينهم بيرفعوا فيهم بالدفارات. الليلة جغمون جغم في سوبة شرق ما طبيعي، جغم في كل مكان، في بري كوبر شبه فاضية، كوبر شبه فاضية، كوبر والله شبه فاضية، شبه نظيفة، مناطق كثيرة شبه نظيفة. الحصل شنو أنا بتكلم الآن؟ أنا بتكلم الآن مناوي البلد في شنو؟ مناوي بيمشي خرج في دفعات جيش مناوي وأكاديمية مناوي العسكرية، ما باقي إلا مناوي يكتب دولة مناوي السودانية، ما باقي إلا مناوي يكتب دولة مناوي السودانية. يعني إحنا ننتهي من حميدتي بهنا يتفتح لنا باب مناوي بهنا؟ إذا إحنا ما بنتعلم، إذا إحنا ما نستاهل، إذا الناس اللي بتموت دي بتموت لأنه فوق في ناس ما فاهمة، في ناس ما عندها أي فكر، في ناس ما عندها شخصية، في ناس شخصيتها ضعيفة، ما عندها كاريزما بتاعت قيادة. بكل صراحة ده الموقف المفروض الشعب السوداني يقف ألف أحمر. يا برهان كلام واحد، أنت راجل أقعد مع راجل يحفي 60 داهية، ده الكلام. لأنه برهان ضعيف، برهان ضعيف، برهان ضعيف. الناس تفهم، اللي بيقول لك ما ضعيف ده هو ذاته تافه وغازر، ده من القطيع الخرفان يا هو، خلوا الضعيف يطلع فوق. الآن مناوي بيخرج دفعة ورا دفعة، دفعة أكاديمية مناوي العسكرية، البلد دي ماشية وين؟ ما عشان احنا نعرف، احنا الحرب لسه الدم سايل، لسه ما انتهينا من حربنا. بسبب الكلام ده نجي نتفرج في مناوي يخرج ومناوي يخرج ومناوي يخرج ومناوي سايق ليه؟ ده شنو ده؟ ده شنو يا برهان؟ انت يا برهان ما عندك حاجه، والله يا برهان، والله العظيم يا برهان ما عندك حاجه للسودان. السودان ما داير ليه زول ضعيف، ما داير ليه زول ضعيف، السودان داير راجل. ما عندك حاجه، نفس السلبيه اللي عملتها مع حميدتي الان داير تسويها مع ناس مناوي. خرج لها امس دفعه، دفعة يا ريت لو بياكلوا من الوطن وبيسرقوا من الوطن ورواتب من الوطن وقروشنا وحاجاتنا وبنزيننا وموادنا التومينية وما بدافعوا عن الوطن. أنا دير داير بون شنو؟ أنا دير داير بون شنو؟ ما سؤال. إحنا الحرب دي دخلناها ساي؟ الحرب دي قامت ليه؟ ما قامت عشان التصرف بتاعك ده، عشان أنت ضعيف. بأمانة يا برهان الحرب دي قامت بيك أنت لأنك ضعيف. الآن نفس الضعف ما استفدت من الحرب دي حاجة، الناس ماتت جنبك ما استفدت، ما وعيت، الناس دي ماتت، الشعب اتشرد، البيوت اتهدمت، البلد اتدمرت، انت ما وعيت؟ دار توعى بشنو؟ شنو؟ في شنو تاني؟ انت ما قادر تفهم يا برهان، ما قادر تفهم، اقسم بالله ما قادر تفهم انك انت السبب، انت السبب يا برهان. انت ما قادر توعى؟ الان مناوي بيعمل في نفس خطاوي حميدتي، من وين جاب الكلام؟ تفتكر ده تفكير مناوي؟ اقسم بالله دي مشيت مناوي ليبيا، ومشيت مناوي تشاد، وقعادوا مع الشيطان اتفق عليه كده، والكلام ده بيجي يوم من الايام بتشوفه. اللي بيخلي مناوي يمشي يلاقي حفتر هناك في ليبيا شنو؟ حفتر بيدعم في التمرد وبيدعم بالطيران المسير وبيجيب وبوصل وبجند وبرسل. احنا ما دارين نعرف. برهان انت ما عندك حاجه للسودان؟ يا اخي يا اخي والله يا برهان كرهتنا، قسما بالله العظيم يا برهان كرهت الشعب السوداني وطنه. يا ريت انت لو انت ما قادر، لكن هاي تقدر بس هي ما بزه، ما هي ما بزه،
ما بيزا ما بيزا ده وطن ما بيديروا بالكذب والطلس والدمية. الوطن ما بيديروها الدمية، بيديروا بزول اللي عنده كاريزما. ممكن ملازم 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 يدير الدولة السودانية أفضل منك أنت الفريق مليون مرة، ودي حقيقة دي حقيقة. لكن بتقعد تتفرج لنا كده، ده ما وطن، ده نحن ما تعلمنا حاجة، ده نحن يا دوب والله حنرجع للمشكلة وأكعب منها، أكعب من المشكلة دي. ليه؟ لأننا نحن الآن نفس المشكلة ماشيين فيها. المشكلة دي ما انتهت الأولى وما قدرنا عملنا حاجة وما قدرنا حلينا، والحرب ما انتهت وما قدرنا علينا المصابين، ولا سترنا الناس ماتوا لينا، ولا صلحنا بيوتنا اللي اتكسرت. نبدأ في مشكلة جديدة، نزرع بذور المشكلة الجديدة. مناوي الحرب شغالة وبيجند، معسكراته شغالة، من وين القروش؟ قروشنا نحن بتاعت الشعب السوداني. أي قروشنا والله، من وين جابها؟ من وين العاطل؟ العاطل جابها من وين؟ ورث عنده ورثة؟ ما حقنا نحن، ده حقنا بتاع الشعب السوداني. بدي جبريل أول زول، جبريل بدون أول زول في الحركات، وقال بلسانه جبريل. إحنا حمود من برهان ده، ما إحنا ما حمود بالحرب، أقسم بالله العظيم ما بنموت بحرب، ولا بنموت بنموت ببرهان ده، أقسم بالله العظيم برهان ده يا هول بيقتلنا والله. برهان ده أي زول بيجيب له ضغط وبشله وبيجيب له سكر وبيكتل الناس كلهم وبيعيشوا، لأنه بارد، لأنه ما عنده حاجة، كيسه فاضي. أنا ما أعرف الناس دي ما قدرت توصل للمعلومة دي يا برهان، والله كيسك فاضي، والله ما عندك أي حاجة، والله عبارة عن فاضي ساي هوا يا خامس ولمس بيخرج قدام عينك وبتتفرج في شنو؟ حارس شنو؟ حارس لما تاني دفعة والدفعة الشهر الجاي دفعة وتاني دفعة، وبعد ما يبقى 200,000 300,000 عشان يخش حرب تاني، عشان تاني نبقى في حرب جديدة، ولا الآن طوال المواضيع تتحلى؟ مناوي ما في تاني تدريب بتاع جيش داخل الدولة السودانية، ما يا هذه احنا بنتكلم عنها الميليشيا. مناوي السايقة دي شنو؟ علي بابا واللصوص؟ ما دي ميليشيا، ما دي الميليشيا ذات اللي بنتكلم عنها، دي الميليشيا اللي احنا رافضينها. ما في ميليشيا بتحكم دولة، ده بنقوله لمنو؟ ما ليه مناوي ده؟ ما ليه مالك عقار وليه جبريل؟ ما ليه حميتني؟ ما دي كلها ميليشيات. انت بتسمح ليه لناس يتدربوا داخل الدولة وانت بتتفرج؟ انت ما عندك حاجة للدولة الآن بأمانة يا برهان. احنا البلد العام ماشي وين؟ ما معروف. احنا ما انتهينا من مشكلة مناوي بيخرج في دفعة مدفوعة الغيمة، متفق رسمي خلاص، كرت حميد تتحرك، يشوفوا عميل جديد، يشوفوا لون وسخ جديد، يشوفوا لون رمة جديد، يشوفوا لون زول انتهازي جديد، يكبروا، بنديك التاتشرات درب، بنديك القروش درب، بنديك درب. دي الحقيقة، أي زول شايفها؟ برهان ما شايفها، برهان مولاه كأنه عايش معانا، كأنه برهان ده عايش ليه في وضع غير وضع السودان، وغير يا أخ جبريل مشوا عرسوا لي ولده في المغرب، مغربية ساقوا ومشوا عملوا حفلتهم وحاجاتهم وذهبوا هنا. جبريل ده قبل ما يجي البلد كان عاطل، بيقعد في القهاوي بتاعت لندن، من سفارة لباب سفارة، من دولة لدولة بيشحت، لا شغال الناس اللي اشتغلت ولا بقت رجال عرقت، بتشحد وتاكل. الناس اللي عنده لا حول لهم ولا قوة، الآن بيقوا مليار 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 ديرات. من وين؟ مدنا الشعب السوداني الهامل المسكين، البلد الفاتحة، البلد الكل ذول بيجي يسرق فيها، والشعب جيعان ومفلس وروحه مهرقة. ماشى طيار المغرب، ذهب، قروش، اشترى العروس، اشترى عديل، اشترى بشنو؟ بحقنا نحن البلد الناس بتموت، والناس ما قادرة تاكل وما قادرة ترجع بيوتها، وخزينتنا ممسكينها للحرامية، وبرهان بيتفرج لنا أي حاجة تتكلم فيها. ما في حاجة ما عندها وقت محدد، لا أي وقت صالح لأي حاجة، أي وقت صالح لأي حاجة. أول حاجة أخبار عن عودة الفريق نصر الدين للمدرعات،
عودة الفريق نصر الدين للمدرعات ده انتصار والله العظيم لينا عديل، قسما بالله العظيم ده انتصار لينا على الطابور الخامس. عودة الفريق نصر الدين للمدرعات والله ده انتصار على الطابور الخامس، ده انتصار عديل كده على الطابور الخامس. كلام ده اكيد اكيد ونصه تزعة ما خمسة، اكيد ونصه خمسة. نصر الدين استلم المدرعات، نصر الدين استلم المدرعات، ادي الخباز، ادي الخبز لخبازه لو ياكل نصه، ودي المدرعات.